السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا على خير. إن شاء الله اليوم نبتدأ مرحلة جديدة من كتابنا العربية بين يديك. Today we will start a new part from our books. Continue with our units. The first book from 1 to 8. Now 9 to 16. الوحدة التاسعة unit 9. المساواة الحقة. الحقة true. Right, good, from الحق. الحق, the right or the true. المساواة, equality. المساواة الحقة, true equality. ما قبل القراءة, اذكر بعض مظاهر الصور المساواة في الإسلام. الحج صورة صادقة للمساواة، وضح ذلك بإلقاء نظرة على العنوان. هل تفهم أن هناك مساواة حقة وأخرى غير حقة؟ وضح ذلك. Before the reading, we have these three questions. واحد، اذكر mention بعض مظاهر some accepts some manifestation or some images. اذكر بعض مظاهر المساواة. Mention some accepts of equality in Islam. So far we don't have a talk here about pictures, but about some manifestation, some accepts, like that. اذكر بعض مظاهر المساواة في الإسلام. In Islam, mention some manifestation of the equality. الحج, الحج صورة صادقة للمساواة. الحج صادقة, honest, also true, no problem. الحق صورة صادقة للمساواة. الحج is an honest image of equality or a true accept of equality. وضح ذلك, explain that. الحج. ثلاثة, بإلقاء نظرة على العنوان. Taking a look at the title, المساواة الحقة. هل تفهم أن هناك مساواة حقة وأخرى غير حقة؟ حقة true, غير حقة false. Do you understand that there is a true equality and false equality? وضح ذلك. Also explain that. Now we will read our text. المساواة الحقة. واحد، قرر الإسلام مبدأ المساواة كما قرر مبدأ الحرية والإخاء في العالم، وقد سبق في ذلك دعاة المبادئ في العصر الحديث. ولم يكن تقرير هذه المبادئ تقريرا نظريا كما حدث في بعض الدول وفي هيئة الأمم المتحدة، حيث وضعت المبادئ ولم ينفذ منها إلا القليل بحسب ما تريد الأمم القوية، وإنما دعا الإسلام إلى هذه المبادئ وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه الصحابة وعمت المجتمع الإسلامي في أقطار الأرض،
ونذكر فيما يلي صورا عملية للمساواة طبقت وتطبق في الدولة الإسلامية. قرر الإسلام مبدأ المساواة. إسلام decided the principle of equality. قرر الإسلام مبدأ المساواة. إسلام decided the principle or the manifestation of المساواة equality. كما قرر مبدأ الحرية والإخاء في العالم. As it الإسلام كما قرر as it decided the principle of freedom الحرية freedom والإخاء and brotherhood في العالم in the world. قرر الإسلام مبدأ المساواة كما قرر مبدأ الحرية والإخاء في العالم. Islam decided the principle of equality as it decided the principle of freedom and brotherhood in the world. وقد سبق في ذلك دعاة المبادئ في العصر الحديث. وقد سبق في ذلك and this was we're talking about the past وقد سبق في ذلك and this was preceded دعاة المبادئ advocates of principles advocates of principle دعاة المبادئ وقد سبق في ذلك دعاة المبادئ and this was preceded by advocates of principles in modern era modern time في العصر الحديث in this time قرر الإسلام مبدأ المساواة كما قرر مبدأ الحرية والإخاء في العالم وقد سبق في ذلك دعاة المبادئ في العصر الحديث. اثنان ولم يكن تقرير هذه المبادئ تقريرا نظريا. نظريا theoretical theory نظرية theoretical نظرية these principles wasn't just words or talking ولم يكن تقرير تقرير determining these principles لم تكن wasn't a theoretical reports تقريرا نظريا just in the book ولم يكن تقرير هذه المبادئ تقريرا نظريا determining these principles wasn't a theoretical report تقرير report كما حدث في بعض الدول as happened in some countries وفي هيئة الأمم المتحدة الأمم المتحدة the UN United Nations and with their principles وفي هيئة الأمم المتحدة and in the United Nations حيث وضعت المبادئ ولم ينفذ منها إلا القليل in the United Nations where the principles المبادئ set وضعت where the principle set
ولم ينفذ منها إلا القليل and only a few القليل and only a few of them المبادئ principles ولم ينفذ منها إلا القليل were the principles were set and only a few of them were implemented نفذت implemented بحسب according to ما تريد الأمم القوية according to what we to what the strong nations want الأمم القوية strong nations حيث وضعت المبادئ في الأمم المتحدة ولم ينفذ منها إلا القليل بحسب ما تريد الأمم المتحدة as happened in some countries and the United Nations where the principles were set and only a few of them were implemented according to what the strong nations want وإنما دعا الإسلام إلى هذه المبادئ وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه الصحابة but الإسلام وإنما دعا الإسلام رضر إسلام called دعا إسلام want for these principles called for these principles وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم and the prophet صلى الله عليه وسلم applied them المبادئ الحرية والإخاء والمساواة وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم and the prophet صلى الله عليه وسلم applied them and the الصحابة the companies follow him تبعه تبع النبي follow the prophet تبعه الصحابة and the companions followed him وإنما دعا الإسلام إلى هذه المبادئ Rather, Islam called for these principles and and the Prophet صلى الله عليه وسلم applied them and the companies follow him وعمت المجتمع الإسلامي في أقطار الأرض and they pervaded and they المبادئ we talking about المبادئ principles وعمت المبادئ المجتمع الإسلامية and and they pervaded the Islamic community المجتمع الإسلامي Islamic المجتمع community في أقطار الأرض in all the countries on the earth in the countries of the earth وإنما دعا الإسلام إلى هذه المبادئ وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه الصحابة وعمت المجتمع الإسلامية في أقطار الأرض ونذكر فيما يلي صورا عملية للمساواة ونذكر فيما يلي we mention below practical examples صورا عملية practical examples للمساواة of equality طبقت المساواة that have been applied وتطبق now and apply in Islamic countries ونذكر فيما يلي صورا عملية للمساواة طبقت وتطبق في الدولة الإسلامية
We will mention below practical examples of equality that have been applied and طبقت. Have been applied, طبق, passive, مبني للمجهول, وتطبق, مبني للمعلوم, فعل مضارع. Have been applied and applied in Islamic countries. ثلاثة. Now we talking about some examples of equality. التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج وغيرها عامة يطالب كل مسلم بأن يؤديها دون استثناء أحد منها. The first principle of التكاليف الشرعية. الشرعية الشرع legal duties التكاليف الشرعية the legal duties like الصلاة الصوم الزكاة الحج أركان الإسلام الصلاة prayer صوم fasting الزكاة and حج pilgrimage and others or العبادات or التكاليف الشرعية عامة this is are general for all the Muslim people عامة for are general all these صلاة صوم زكاة حج جهاد all of that general عامة and every Muslim is required يطالب required to do that without accepting any one of them أن يؤديها كل مسلم every Muslim must to do this without any exception from anybody no rich no king no all the people do that التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج وغيرها عامة يطالب كل مسلم بأن يؤديها all this دون استثناء من أحد the legal duties such as prayer, fasting, zakat, pilgrimage and others are general and every Muslim is required to perform them without excluding any of them. أربعة الصلاة prayer وهي الركن الثاني من أركان الإسلام which is the second pillar of Islam. أركان الإسلام we have five pillars of Islam. الصلاة the second one the first شهادة أن لا إله إلا الله there is hadith بني الإسلام على خمس Islam built on five. The first one, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. This is أركان الإسلام. Pillars of Islam. الصلاة, the second one from them. تظهر فيها المساواة. In prayer, shows equality in it in الصلاة تظهر فيها الصلاة وفي المساواة where we see the equality when we live the equality إذ يقف المسلمون صفوفا when Muslims
stand in rows, صف رو صفوف rows. As Muslims stand in rows. يتجاور فيها الصغير والكبير. تجاور الحروف. يتجاور فيها الصغير والكبير. Where in which the young الصغير and the old الغني والفقير the rich and the poor والأبيض والأسود the white and the black all of them يتجاورون are adjacent الصغير والكبير young and old الغني والفقير rich and poor والأبيض والأسود black and white and black all of them stand beside everyone beside the other وكلهم يصلون لإله واحد all these people prior to one God one إله إله واحد وكذلك تظهر المساواة في ملابس الحج الموحدة وفي أداء مناسكه also we can say the equality in the clothes for the in al-hajj all the people put on the same clothes the unit style when they do al-manasik في أداء المناسك الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام تظهر فيها المساواة إذ يقف المسلمون صفوفاً يتجاور فيها الصغير والكبير والغني والفقير والأبيض والأسود وكلهم all of them يصلون لإله واحد يصلون لله سبحانه وتعالى وكذلك تظهر المساواة في ملابس الحج الموحدة وفي أداء مناسكه قرر decided الإسلام فعل ماض مبني على الفتحة فاعل مرفوع بالضمة مبدأ مفعول به منصوب بالفتحة المساواة مضاف إليه مجرور بالكسرة قرر past verb building with فتحة الإسلام subject rising with ضمة مبدأ object accusative منصوب بالفتحة المساواة مضاف إليه added to noun before it مضاف إليه genitive with كسرة قرر also like قرر الإسلام but we didn't write the subject here because we're talking about الإسلام مبدأ مفعول به الحرية مضاف إليه الإخاء مضاف إليه في حرف جر العالم مضاف اسم مجرور noun for preposition مجرور بالكسرة سبق also past verb فعل ماض مبني على الفتحة لم يكن كان يكون كان يكون كان كان was كان فعل ماض ناقص كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها Also we have with كان لم لم جزم article جزم article when the present verb take السكون instead of الضمة كان يكون كان فعل ماض ناقص past verb and perfect ناقص يكون فعل مضارع مرفوع ناقص present verb also and complete لأن كان فعل ماض ناقص لم يكن الفعل here became فعل مضارع ناقص مجزوم يكن فعل مضارع مجزوم بلم present verb
مجزوم because before it we have لم. علامة جزمه its sign السكون. لم يكن. تقرير فاعل مرفوع بالضمة. No, sorry, not فاعل. تقرير نظري. هنا اسمها it's noun مرفوع. It's noun مرفوع. اسم كان مرفوع. حدث فعل ماض ناقص happen فعل sorry فعل ماض مبني على الفتحة past verb building with فتحة. وضع وضع ضم أوله وكسر ما قبل آخره. This تاء تاء التأنيس الساكنة feminine سكون تاء because the subject is feminine المبادئ feminine noun. وضعت المبادئ وموفمنت إت with كسرة حتى لا يلتقي الساكنان. وضعت وضعت المبادئ. وضع فعل ماض ناقص passive voice in the past case ضم أوله وكسر ما قبل آخره. التاء تاء التأنيس الساكنة. المبادئ فاعل مرفوع بالضمة subject rising with ضمة. لم ينفذ لم يكن مجزوم مجزوم. ينفذ فعل مضارع مجزوم present verb in الجزم case because before it we have article one of the جزم article لم. لم ينفذ منها إلا القليل بحسب ما تريد. تريد فعل مضارع مرفوع بالضمة present verb rising with ضمة. الأمم فاعل مرفوع بالضمة subject rising with ضمة. دعا الإسلام دعا يدعو. دعا فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة past verb building building on the فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة past verb building with hidden فتحة because this verb has a vowel letter. دعا يدعو. الإسلام فاعل مرفوع بالضمة. طبق 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 فعل ماض مبني على الفتحة. النبي صلى الله عليه وسلم فاعل مرفوع بالضمة. تبع فعل ماض مبني على الفتحة. الصحابة فاعل مرفوع بالضمة. عم like وضعت عمت فعل بالكسر عن التقاء الساكنين. عمت المجتمع مفعول به object منصوب. نذكر نحن we mention نذكر نذكر فعل مضارع مرفوع بالضمة. صورا مفعول به object عملية للمساواة طبقت. نفذت وضعت طبقت in the tense فعل ماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره. طبق تاء التأنيس الساكنة. تطبق ذيس
Sorry, the net is very weak. It's okay now. Good. الصلاة تظهر فعل مضارع مرفوع بالضمة present verb rising بالضمة يقف فعل مضارع مرفوع بالضمة المسلمون فاعل مرفوع بالواو والنون لأنه جمع مذكر سالم subject rising with واو ونون because It's جمع مذكر سالم perfect plural masculine جمع مذكر سالم يتجاور فعل مضارع مرفوع الصغير فاعل والأبيض كلهم يصلون يصلون هم يصلون هم يصلون يصلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون present verb rising with confirming the letter of noon because these verb from the five verb هم يصلون تظهر فعل مضارع مرفوع بالضمة المساواة فاعل مرفوع بالضمة طيب خمسة تنفذ الحدود على من فعل ما يوجب حدا من المسلمين بلا استثناء بخلاف ما كانت عليه كثير من الأمم التي كانت قوانينها تنفذ على العامة فحسب وقد حدث أن سرقت امرأة من بني مخزوم واستشفع أهلها بأسامة بن زيد لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أو إياه فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها غضب وقال له أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يده الحدود جنوع الحد punishments الحدود تنفذ الحدود the حد or the Punishments are enforced. تنفذ. الحدود تنفذ. The had or the punishments are تنفذ. Enforced على من فعل. On those who do ما يوجب حدا. What necessitates حداً حداً or punishment من المسلمين from among the Muslims بلا استثناء without exception any Muslim do anything wrong they must be enforced by الحد تنفذ الحدود على من فعل ما يوجب حداً من المسلمين بلا استثناء The punishments are enforced on those who do what necessitates al-had or punishment from among the Muslims without exceptions. بخلاف ما كانت عليه كثير من الأمم التي كانت قوانينها تنفذ على العامة فحسب. بخلاف unlike ما كانت عليه كثير من الأمم unlike that كثير من الأمم many of nations الأمم nations many of nations whose laws كانت قوانينها القانون the law
لو القانون، قوانين لوز، whose laws were كانت تنفذ على العامة فحسب، only for the common people تنفذ enforced بخلاف unlike the many of nations that was enforced her punishment just for the common people, just on the common people, but an Islam for all without any exception. بخلاف ما كانت عليه كثير من الأمم التي كانت قوانينها its laws تنفذ enforced or implied just for the common people. Unlike that of many nations whose laws were enforced only for the common people. وقد حدث there was a happened or a thing that in the time of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم had happened. أن سرقت امرأة من بني مخزوم. A woman from مخزوم, when the قبيلة or عشيرة trail or tribals قبيلة بني مخزوم the tribe القبيلة from the tribe of مخزوم a woman from them سرقت it happened that a woman from بني مخزوم سرقت stole واستشفع أهلها her family from القبيلة from her family asked أسامة بن زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه بأسامة هنا أسامة اسم a name that end with تاء مربوطة this is masculine people but his name as we talk about ممنوع من الصرف بحرف جر بأسامة not بأسامتي اسم أسامة مؤنث لفظا moral feminine لفظا oral feminine just it's for masculine like طلحة حمزة أسامة عبيدة أسامة استشفع أهلها بأسامة they asked her family asked أسامة بن زيد Before Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, he was like him very much. لحب الرسول صلى الله عليه وسلم إياه لأسامة. Because they asked أسامة to talk with the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم استشفع until he doesn't punish her. واستشفع أهلها بأسامة بن زيد. And her family asked أسامة بن زيد to intercede for the Prophet's love for him. Because the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he was love him very much. When Usama bin Zayd radiallahu anhu spoke to al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam about that, غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. He became angry. محمد عليه الصلاة والسلام. فلما كلم النبي كلم أسامة. When he talked to Prophet محمد صلى الله عليه وسلم with this woman, for this woman فيها from بني مخزوم غضب became angry صلى الله عليه وسلم.
وقال له. And the prophet told him, أتشفع في حد من حدود الله؟ Are you interceding regarding one of the punishments prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala? أتشفع في حد من حدود الله؟ Are you interceding تشفع Are you interceding في حد in one of the punishments من حدود الله prescribed by Allah. ثم قام فخطب. Then after that, after he talked with Usama this, he go to the mosque and made al-khutbah, khutbah al-jum'ah or khutbah for the people, talk with the people, spoke to them. He then got up and delivered and khatabah, make speech. فقال, told the people, أيها الناس, the people, إنما ضل من كان قبلكم. Indeed, ضل من قبلكم. إنما ضل من قبلكم. Indeed, what destroyed the people before you, قبلكم, before you, ضل. Destroyed the people before you. كانوا was just that when a person of high rank among them committed a thief. كان إذا سرق فيهم الشريف. الشريف, the honor people or the noble people. Person, إذا سرق, if he stole something, تركوه. They left him without any punishment. وإذا سرق الضعيف فيهم, but if the same crime was done by a poor person, they inflicted the prescribed punishment of him. أقاموا عليه الحد. They do al-had to him if he was a poor person. But if he was a noble person, they left him. Here, Muhammad صلى الله عليه وسلم swear, وأيم الله. He swear with Allah, the name of Allah, لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. If Fatima, the daughter of Muhammad صلى الله عليه وسلم, سرقت, حاشا سيدنا فاطمة أن تفعل ذلك, but until to learn the people, سرقت, if she stole, لقطع محمد يدها, محمد صلى الله عليه وسلم have her hand cut off, لقطع محمد يدها, حاشاها أن تفعل ذلك. This is about a lesson of equality in the time of Muhammad صلى الله عليه وسلم. تنفذ الحدود على من فعل ما يجب حدا من المسلمين بلا استثناء. Any person do anything wrong, he must be punishment without any exception. بخلاف ما كانت عليه كثير من الأمم. Unlike the other nations, التي كانت قوانينها were her laws was تنفذ على العامة فقط. They were the laws just for the common people. وقد حدث أن سرقت امرأة من بني مخزوم, a woman from مخزوم stole in the time of Muhammad صلى الله عليه وسلم. واستشفع أهلها, their family came to أسامة بن زيد, واستشفع أهلها بأسامة بن زيد because the Prophet صلى الله عليه وسلم يحب زيدا, because he loved him. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها غضبا,
وين؟ فلما كلم أسامة بن زيد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها في المرأة المخزومية غضب. He became angry. وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ Are you interceding regarding one of the punishments prescribed by Allah? ثم قام فخطب. Then he get up and make a speech to the people. فقال: يا أيها الناس, O the people, إنما ضل من كان قبلكم. The people before you, they lost, they destroyed, أنهم كانوا, they were, إذا سرق الشريف تركوه, إذا سرق الشريف تركوه. If a noble person steal something or do any crime, تركوه, left him. وإذا سرق الضعيف فيهم, but if the same crime became with a poor person, أقاموا عليه الحد, they punish him. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت, صلى الله عليه وسلم, سرقت لقطع محمد يده. This is our lesson until today. Inshallah, we'll continue with our lessons in the future. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. After minute, we have Quran Kareem lesson. You can join us. لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم وآل صحابه مثل المجتهدين الماضين.